اللي غادي يكون عنده خبره، اللي غادي يكون عنده اهداف، لان الاستقبال هو الاساس. اي مواطن اللي كيدخل لواحد المقر او واحد مؤسسه او واحد مرفق، فاش كيلقى واحد الخدمه في الباب ديالها، واحد الاستقبال، واحد الاريحيه، هذا كنحسوا اننا فعلا وصلنا للرقي ديال المجتمع ورقي ديال الخدمه ورقي ديال المرفق. هنا كتحس ان المواطن كيمشي لديك المرفق العام وهو في واحد الاريحيه تامه، في واحد التناسق والتناغم، ما كيبقاش ديك الخلل او المراوشه اللي غادي نقول. كذلك كنظن انا هادو هما النقاط اللي البرنامج كيهضر عليه، وهذا اذا جينا بحال باقي المحور اللي هو ديال اليه التقييم اللي عدخل، وهو اليوم اللي عملناه، وهو عطينا واحد التقييم من العمليه ديال المشروع ديال الجماعه المواطنه، اللي بغينا حنايا نخليو جميع الموظفين النخب السياسيه ديالنا يعرفونا حنايا كاطر او كموظفين اش كنخدموا، اش كنديروا، شنو هي الانجازات اللي درنا، التساؤلات بالنسبه حتى للمجتمع المدني، ما تبقاش عنده واحد الخلفيات على الجماعه ديالو، يكون عارف بلي ان الجماعه ديالو دائما في الخدمه ديالو، ودائما في التواصل الدائم والتام ديالو. وشكرا لكم، وشكرا للحضور والانتباه ديالكم.